شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رمضان الدوحة. موضوعنا اليوم هو الصحة والصيام والفوائد التي يحققها الصيام لجسم الإنسان، منها إفراغ للسموم وتنشيط للخلايا والوقاية من كثير من العلل والأمراض. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوفي الكرام، ابتداء من اليمين الدكتور عبد السلام القحطاني. مرحبا دكتور عبد السلام. اهلا وسهلا، حياك الله، اسعد بوجودك معنا في حلقه رمضان الدوحه. والله احنا اسعد. الله يسلمك. ايضا ارحب اخوي الدكتور احمد المحمد. مرحبا دكتور احمد، اسعد بوجودك معنا في الحلقه. اسعد الله يسلمك. اما ارحب ايضا باخوي الشيخ عبد الله ابراهيم الساده. مرحبا استاذ الشيخ عبد الله، الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله. وايضا اخونا وصديقنا الشيخ الدكتور محمد الهاجري. مرحبا دكتور محمد. يا مرحبا بكم، حياكم الله. احنا سعداء اليوم ان احنا ثله الحقيقه من دكاترتنا وايضا الشيخ عبد الله بجودهم معنا. حلقتنا اليوم عن الصحه وعن الصيام، لكن نسال سؤال اعتقد انه، وقبل السؤال، الصيام له فوائد كثيره على جسم الانسان، هل هناك فوائد للجوع وفوائد ايضا للعطش؟ كل هذا الامر ناخذه ايضا في تقرير، ولا في تقرير عندنا، او نبدا حلقتنا اليوم وهي عن الصحة والصيام. طيب السلام، لا شك بأن هناك ربط بين الصحة والصيام من واقع طبي. طبعا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تفضلت، طبعا الصيام شرع للإنسان كعبادة، لكن هناك فوائد طبعا صحية تفيد الإنسان. ولو أعطينا مثال، تسمى الحمية الغذائية، يستعملها الأطباء دائما في تنظيم وترتيب الأكل الإنسان، ونوعية الأكل، وكيف يصوم بطريقة تختلف طبعا عن صيام رمضان. لكن كيف يفيد الصيام الإنسان؟ الإنسان يعيش على مادة اسمها الجلوكوز، هي التي تخلي الإنسان يتحرك ويروح أو ما يسمى بالسكريات أو النشويات. هذه السكريات والنشويات إذا زادت عن حدها تتخزن في جسم الإنسان كدهون. فلمن نقول حمية غذائية ونقول صيام، الهدف من الموضوع هو أن يقوم الجسم الإنسان بالاستفادة من هذه الدهون وحرقها. ليش؟ لما ينتهي الجلوكوز الموجود في الدم يقوم الجسم يحرق الدهون المتخزنة، فبذلك شي يصير تقل الدهون الموجودة، وهذا ما يحدث في الحمية الغذائية. طبعا في أمور أخرى أيضا، أن وجود الدهون يؤدي إلى ما يسمى وجود مادة، يعني هي فيها فائدة للإنسان، لكن زيادة في الصيام. في الصيام تتقل وتزيد شنو هي؟ الدهون. لا، الدهون هي مخزون موجود في جسم الإنسان، يتخزن عندما تزيد الحاجة، عندما يأكل الإنسان أكثر من حاجته. يتوازن الإنسان شلون؟ أن معدل دخول الأكل يوازن معدل خروج الطاقة اللي هو حرق السكريات والنشويات. لكن إذا واحد يأكل فقط وما يسوي أي طاقة، الأكل الزايد وين يروح؟ يتخزن في جسم الإنسان عبارة عن دهون. إحنا بنتكلم دكتور، بنتكلم عن ما يتعلق بالصيام وعن الفطور وعن السحور، شلون ناكل السحور وشلون نبدأ الفطور. لكن لقول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم. خير لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مولى جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني حتى في الأكل وحتى في الشرب الإسراف منهي عنه. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال هذه الآية أو هذه الجملة جمعت الطب كله، لأن أنت إذا قللت الطعام والشراب ثلث لطعامك وثلث لشرابك. لكن يقال الحديث صوموا تصحوا، طبعا هذا لي يعني
حديث ضعيف وقيل انه حديث موضوع، لكن معناه صحيح، صوم وتصح. وطبعا بلا خلاف بين الاطباء في الماضي والحاضر ان الصوم يؤدي الى الصحه، لكن هناك حديث صحيح وصريح في الموضوع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وافقه الذهبي وموجود في السنن، قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. فإذا الوعاء هذا إذا ملأته فتصاب بالأمراض، إذا لا تملأ هذا الوعاء. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، لقيمات تأكلك شوي بس، فإن كان ولا بد مصر أنك تملأ، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هذا هو المقصود. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للطبيب الذي أرسله المقوقس، يقال يعني أنه قال صلى الله عليه وسلم، رجع هذا الطبيب، قال: لا حاجة لي إلى هذا الطبيب، فرجعه إلى المقوقس وقال له: نحن قوم لا نأكل إلا إذا جانا، وإذا أكلنا لا نشبع. لكن هذا لم يعني أجده في السنن وفي الصحاح، لكن يقال في السير. فالشاهد أن قلة الأكل أو الجوع مقصود، يعني العرب كانت تمدح قلة الشبع وتذم الشبع، نحن قوم إذا أكلنا لا نشبع. فالمقصد أن الشبع، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: والله منذ عقلت لم أشبع، أو لم أشبع منذ أن عقلت. يعني من يوم عمره كم؟ خلينا نقول 13-15 سنة ما شبع رضي الله عنه. قالوا له: ليش؟ قال: لأن الشبع يثقل البدن، ما تقدر تقوم تصلي. الحين ليش يشبع يقدر يصلي تراويح؟ الله يعينه على التشدد، ما يقدر يصلي. قال: تثقل البدن وتذهب الفطنة وتجلب النوم. فيقول أحد السلف: إذا أكلت كثيرا، شربت كثيرا، فنمت كثيرا، فخسرت كثيرا. فالشاهد إذا كان الشافعي يتكلم بهذا الأمر، لو سألنا الدكتور أحمد الآن، الشبع له أضرارات غذاء طبية على الإنسان؟ هو يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على الاستضافة أولا. لما الواحد يتطرق إلى فوائد الصيام، هي طبعا أكثر من أن تحصى، والفوائد تتكلم عن البدنية أو الصحية، وهو طبعا موضوع حلقتنا اليوم. أنا أعتقد ينبغي أن نذكر أنه من أهم ما يغير الصيام في حياة الإنسان هو أنه يغير الروتين اللي اعتاد عليه الإنسان هذا طوال العام. أشكر لك دكتور أكثر في رمضان، أي مع أنه هي وجبتين تقريبا، فطور وسحور، فيها قبقة شوي، لكن الناس، أنا أقول حق الناس دائما في أول رمضان أوزن نفسك. صحيح. وآخر يوم أوزن نفسك وشوف. هذا خطأ في الممارسة للأسف الشديد، في إحنا عندنا سوء فهم لكثير من الأشياء في حياتنا. يعني لو اتبعنا النصائح اللي ذكرها الشيخ، وهذه بعض النصائح اللي تختص بالصيام، لو طبقناها بحذافير لكنا أصح الناس على شو اسمه، ما اشتكينا لا من أمراض المفاصل ولا من السكر ولا من الضغط ولا من غيرها الأمور هذه. لكن احنا ممارستنا حتى لتعاليم ديننا ليست كما كان يمارسها الصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم وقدوتنا جميعا. فاحنا نتكلم عن نمط معين نمشي عليه طول السنه، حياه طبعا نعيشها حياه لله الحمد، حياه رفاهيه، الناس مرتاحه، قليل من الحركه في حياتنا، ما نمشي كثير مثل ما يمشون مثلا في اوروبا وفي غير اوروبا، يصرف الطاقة ويحرك الجسم ويحرك العضلات ويحرك المفاصل، كل هذا يعطيه. احنا نمشي في اوروبا، احنا اوروبا نمشي اوروبا تمشي نعم، لكن تمشي هني بالسيارة او بال شو اسمه، دائما بالمكيف ودائما في اماكن باردة، فاحنا ماشيين على نمط معين طول السنة. فلما ياتي رمضان يقطع هذا النمط ويقطع هذا الروتين ويغير مش بس حياتك انت في الممارسة، يغير حتى فيزيولوجية الجسم. الجسم اللي اعتاد انه ياكل الصبح الفطور وياكل الغداء وياكل العشاء وحتى من بينهم وياكل سكريات وشوكولاته ومن الامور هذه، فهذه على مدار السنه تخيل كم من المخزون بيتراكم في الجسم على الشرايين وعلى القلب وعلى الكبد وعلى الى اخره. فهذا لما تاتي انت تصوم لفتره ما لا يقل عن شهر
تقطع هذا الروتين وتعطي الجسم فرصة أنه يتعافى شوي من هالتراكمات اللي حصلت على مدار السنة، أعتقد أنت تبدأ تخدم جسمك خدمة عظيمة، لكن بشرط أنك تمارس الشيء صح، بمعنى أنك لما تصوم في النهار ما تسرف في الإفطار بعد 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 فترة الإفطار، بمعنى أنك أنت تتبع هدي رسول صلى الله عليه وسلم في بداية الإفطار، بدل ما أول ما يقول الله أكبر تروح تضرب شو اسمه على أكل دسمة وسمنة ومش عارف إيش، تأكل بس تمر أو تمرتين عشان ينتعش فيها جسمك. لعلي أسأل وأحول السؤال لدكتور محمد الهاجري، آخر ما توقف الدكتور أحمد وقال أول ما نفطر بعضنا على جانبين، بعضنا يأكل تمرات ولبن أو ماء ويروح يصلي ويعود ياكل يتربع وياكل، وبعضنا لا يجي ياكل تمرات وفريد وهريس وعيش يعني يتربع من اولها فما هي نصيحه الدكتور محمد؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، ويعني اشكركم جميعا صراحه على هذه الاضافات الجميله. اذا تسمح لي فقط انه ابين لك حتى من الناحيه الطبيه، الان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يطبقون سنه النبي صلى الله عليه وسلم لانها سنه وكان تاتيهم جميع الفوائد. الآن نحن مفروض أن نكون أشد حرصاً منهم، لأن بدأنا نفهم الأشياء بطريقة علمية أكثر. الآن الجسم إذا بدأ يأكل تمرة أو تمرتين أو ثلاث وثم شرب ماء قليل، فنعرف أن التمر كلها سكريات يعني سهلة الهضم وليس نشويات معقدة، فهذه تحفز جهاز الشبع في المخ. فلما نروح نصلي ونرجع تقريباً ربع ساعة 30 أقل من الساعة 20 دقيقة تقريباً، فهذه فترة كافية أن تحفز مركز الشبع في الدماغ، تقول الجسم خلاص أنت الآن بدأت تأخذ حاجتك. فلما نأتي بعد الصلاة تلاحظ اللي يفطر ماء وتمر أو رطب ويرجع بعد الصلاة تلاقي نفسه انسدد، وهذا الشيء الطبيعي في الجسم إنه بدأ يتشبع. أما الذي بدأ مرة واحدة يأكل في الثريد والهريس وكذا ما راح يشبع المدائي، لأنه يبغى له أقل شيء ثلث ساعة عشان مركز الشبع يبدا يشتغل عنده. غير الطحان بعد غير اللي يطحن الاكل وهذا اللي ياخذ وقت. سبحان الله، العلم سنه عن سنه كل ما نقول والله يمكن ما في شيء، لكن سبحان الله كل سنه او كل فتره تاتينا معجزات علميه ماخوذه من القران الكريم. فدائما سنه النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني الاساس. احنا اذا فهمنا الاساليب العلميه وراء ذلك او اكتشفناها مؤخرا بعد هذا الشيء ساعدنا احنا نتمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الاكل لازم يكون خفيف. فوائد الصوم يعني لا تعد ولا تحصى مثل ما قال اخوي الدكتور احمد، يعني نعرف من المصادر العلميه ان الاديان الاخرى تصوم، الحيوانات والحشرات تصوم، وفوائد الاجتماعيه اذا تسمح لي اذكرها بشكل سريع ان ليس فقط على الجسم والصحه، ثبت علميا ان الصيام مفيد للناس الذين عندهم اكتئاب او قلق او امراض نفسيه، حتى معدل الجرائم في الدول المختلفه خاصه الاسلاميه يقل بشكل كبير في دراسة رمضان. في دراسة دكتور لأيام البيض بالذات 13 وال 14 وال 15 بأن الدم أعتقد يرتفع إلى الأعلى، صحيح، فتكون الجرائم والطلاق والمشاكل تزداد في هذه الفترة، صحيح. فصيام صيام الحكمة من صيام أيام البيض هي تخفيف هذا الأمر وهذا الدم حتى ينزل إلى أقل مستوى، وهذا بصفة دورية كل شهر وليس في رمضان. سبحان الله. أما إذا تكلمنا بعد في رمضان فأثبتت كثير من إحصاءات الجرائم تقل، حتى الشعور بشعور الفقراء والمساكين، الجوع يخلي الإنسان يحس بالتواضع شوية بالرحمة للفقراء، فهناك ما شاء الله فوائد كثيرة جدا. فهذه بعض الأشياء التي ممكن. إحنا تكلمنا عن الفطور قبل السحور. دكتور عبد السلام ممكن أسألك السؤال؟ إحنا نشوف الناس اليوم يلعبون رياضة بعد العصر وقبل الفطور، ساعات تشوف يصاب بالعطش يصاب كذا، فما نصيحتك لي لمن يمارس الرياضة قبل الفطور؟ احنا نسوي مثل المشايخ في اختلاف. ماشي. نمشي في الرأي انه ما دام انت صايم ومعدل السكر في الدم واطي يعني الجلوكوز نازل ومعدل السوائل في الجسم انخفض لان انت ما شربت الا الساعة 3 الفجر وانت تجي على العصر يعني بعد 12 ساعة، فالجسم محتاج الى ماء ومحتاج الى سكر، صح؟ صحيح. فلما انت تي تحرق الطاقة، هي الرياضة عبارة عن ايش؟ هي حرق للدهون والسكريات الموجودة في الجسم عشان العضلات تتحرك، يعني العضلة ما تتحرك ولا المخ يفكر ولا العين تشوف ولا الا بالجلوكوز. الجلوكوز هو المادة المغذية لجسم الانسان. الليفل مال الجلوكوز بعد العصر يكون في اقل مستوى، وصل لاقل مستوى، صح ولا لا؟ صح. عشان تجي اكثر شيء صداع يجيك ودوخة وتعب متى؟ فهالوقت.
في بدايات الصيام لين ما يتعود الجسم، لين ما الساعة الموجودة في الجسم تقول لا خلاص احنا بنصوم من الساعة 3 للساعة 6، فتلاقي نفسك بعد 4 أيام 5 أيام لقيت نفسك خلاص الصيام يصير عادي بالنسبة لك. بالنسبة لي أنا لا أنصح أثناء الصيام ممارسة الرياضة، لأن أنت تستهلك الماء الموجود في الجسم والسكر الموجود في الجسم. وأفضل أن تأجيل الرياضة إلى بعد 3 ساعات أو 4 ساعات بعد الفطور، يعني بعد ما يكون الأكل. ليش بتقولي بعد؟ ليش بعد 3 ساعات؟ لأن الإنسان لما يأكل الأكل يستغرق هضم الأكل في المعدة من 3-4 ساعات، فالجسم يحتاج، فالمعدة أو الجهاز الهضمي يحتاج أن الدم يكون متركز في المنطقة هذه عشان يهضم الأكل، عشان عضلات المعدة وعضلات الأمعاء تشتغل. فلو أنت رحت شغلت عضلاتك الساعد والريل يمكن أول 4 أيام دكتور، يعني أول 4 أيام قد تتعب، لكن بعد 4 أيام أعتقد بالجسم يتعود. أنت ما تقدر تضمن، أنت لما تروح تلعب الرياضة، وإحنا في الفطر ينصح الرياضي أنه لازم غرشة ماء ينبك، لأن أنت تفقد سوائل أصلا. جسم الإنسان مكون من 60-70% من جسمه ماء. وأصعب شيء في الصيام لما تشوف، لما حتى ناس يقولون والله أضرب من الطعام، يضرب عن الطعام ما يضرب عن الماء. الإنسان ما يقدر يترك الماء 24 ساعة وفرت يتعود. كان دكتور أحمد عنده تعقيب، لكن قبل التعقيب دكتور أحمد بطلع لفاصل مشاهدي الكرام، نتوقف قليل مع فاصل قصير ثم نعود إليكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مرحبا ومسهلا فيكم من جديد مشاهدي الكرام. نتحدث في هذا المحور عن الفوائد الصحية للصوم ودوره في تقليل نسبة الإصابة ببعض الأمراض المزمنة. سنتوقف مع هذا التقرير ثم نعود إليكم. طبعا لا شك أن الصوم له فوائد عديدة للجسم. نذكر من بعض الفوائد الإيجابية للجسم أو الفائدة الأكثر شهرة، اللي هي إراحة الجهاز الهضمي. فخلال فترات الصوم يرتاح الجهاز الهضمي قليلا من الأكل والشرب، مما يعطي فرصة للجسم لرياح الجهاز نفسه. أيضا له فوائد أخرى مثل فائدة الصيام للكبد نفسه، حيث مخزون السكر في الكبد يتجدد خلال فترة الصيام. فنلاحظ أن في فترة الصيام الجسم يستخدم السكر اللي في الدم، ومن ثم يستخدم السكر الموجود في الكبد، فيتجدد مخزون السكر خلال هذه الفترة. أيضا هناك ضوابط لهذه الفوائد، فمثال على ذلك اللي هي انقطاع فترات النوم خلال الصيام. نلاحظ أن في غير فترة رمضان تكون الفترة طويلة، وفي فترة الصيام نلاحظ أن الشخص الفترة تكون عندها قليلة، 3 ساعات ثم ينام ثم يصحى. ثم نحاول بقدر الإمكان أن في فترة الصيام أن نركز أن فترات النوم تكون متواصلة. أيضا خلال السنوات القادمة أو من السنتين اللي مضت والسنوات القادمة، فترة الصيام أو شهر رمضان سوف تكون في فترة الصيف. ومن ذلك ضوابط أخرى في التغذية بالنسبة للصيام، خاصة بالسوائل للجسم، حيث أن السوائل للجسم هي لها أهمية عالية خاصة في فترة الصيف. ضيوفنا مرحبا ومسهلا مشاهدي الكرام. شفنا هذا التقرير، وقبل التقرير أو بعد التقرير والسؤال اللي بسأله بعد التقرير، لكن في سؤال سألت الدكتور عبد السلام القحطاني مسألة اللعب الرياضة العصر. أعتقد دكتور أحمد كان عنده مداخلة على دكتور عبد السلام. طبعا بشكل عام أنا أيد يعني المحاذير اللي ذكرها دكتور عبد السلام، لكن نقول الرياضة ليست شيء واحد. أنت لما تتكلم عن واحد يمارس الرياضة، ممكن يكون يمشي لمدة ساعة أو نصف ساعة قبل الفطور، أو يلعب كرة، أو ممكن حتى يجري أو شيء منها. فالمسألة فيها رينج كبير من النشاط يعني.
فأنت هني لما نحدد بالضبط شو يسوي الشخص نقدر نقول هذا يقدر يمارس هالشيء أو ما يقدر يمارسه، لأن المسألة تختلف من رياضة إلى رياضة. بعدين في 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 ناس بالذات اللي يستغلون رمضان من أجل الحمية ومن أجل تنزيل الوزن والتخسيس، يستغل هذا الأمر أيضا في الفترة هذه، لأن الجسم مثل ما ذكر الدكتور الجسم في يعني في أدنى مستوى في مسألة الجلوكوز والدهون والأشياء هذه، فيبي يستغل الفترة هذه لمزيد من الجهد، مزيد من الطاقة، مزيد من حرق الدهون للأصحاء. عشان ينزل للأصحاء. لكن أيوة المحاذير شنو هي؟ أن أولا اللي بيمارس الرياضة لازم يكون عامل حسابه من قبل ليصوم أنه يشرب ما يكفيه من الماء ويتناول ما يكفيه من الطعام أثناء الفطر، لأنه عارف أنه بيمارس الرياضة علشان ما يحصل معاه إلا هذا. فهي احتياطات الواحد يأخذها. بعدين لازم يكون صحيح البدن، مش يعني ما يعاني من أمراض معينة، مثل مريض السكر يروح يلعب كورة قبل الفطور، هذا طبعا كأنه يعني ينادي المشاكل تعالي، عرف شلون؟ مش مثل الصاحي اللي ما فيه أي أمراض ويمارس الرياضة من قبل وعنده أي استعداد لأنه يمارس حتى أثناء الصيام، لأن الخبرة تقول والواقع يقول إن في ناس يمارسون الرياضة ما عندهم أي إشكال، لكن لابد من أخذ الحيطة والحذر. اللي عنده أمراض يكون حذر جدا من جدا ويأخذ احتياطاته قبل ليمارس، أو حتى ممكن يمنع من ممارسة الرياضة اللي عنده أمراض معينة. مع أن الآن دكاترة السكر يقول لك والله أفضل رياضة الآن هو المشي. بالضبط المشي، لكن المشي أيضا يسمح، في ناس يسمح لهم ناس ما يسمح لهم حسب حالة الواحد. اللي عنده في أمراض، في ناس عندهم قصور في القلب المشي ممكن يجهده، ممكن يتعبه، وهذا يحتاج لأنه يأخذ أدوية ويحتاج لأنه يأخذ مدرات البول تنشف الجسم، فيروح ينشف الجسم زيادة بممارسة الرياضة بعد هذه، بالذات لما يكون الجو حار. ففي يعني عوامل كثيرة تدخل إذا كان الموضوع. إذا كان هذا العامل هو مسألة نسبية أكثر من إذا هي. كان هذا العامل صحي أيضا في تضيع للوقت. شيخ عبد الله ممكن الناس تضيع وقتها، يعني الآن الوقت يمكن لعبنا إحنا كورة ذاك الأيام اللي قبل، لكن الآن نقول مع الوعي اللي موجود اليوم، هل اليوم الناس ممكن تضيع؟ أكره ما ضيع، أنا عندي جدول زمني في اليوم 24 ساعة في توزيع، لكن بعض يقول أو يرى بأن الساعة هذه اللي يقضيها هي مضيعة للوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا قضية مضيعة الوقت وغير مضيعة الوقت تعتمد على الهدف. اللي عنده هدف وقت ما يضيع، هدف دنيوي، هدف رياضي، أي هدف. نفترض واحد عنده هدف الآن في رمضان أنه يختم 3 ختمات ومصر على ذلك، تتوقع هل يعني بيشغل نفسه بأشياء أخرى؟ يبي يقرأ 3 في كل يوم. يمكن يقول يقول شيخ عبد الله ترى الرياضة تعطي كمة أكثر. لا لا وبإمكان إيه احنا وصلنا يعني أقولك إيه. لا لا احنا وصلنا إلى 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 الهدف. نعم. الآن أنت إيش الهدف اللي عندك؟ واضح. فاللي ما عنده هدف ما أي شيء يسويه وأي شيء يوديه، وأي مثلا يقعد، خاصة مثلا مثل الشباب يقعد مثل مع السوني أو مع التلفزيون أو مع الإنترنت فيمشي وقته. أو بعضهم يقول لك لا والله أنا على الأقل ألعب لرياضة أفود لي من التلفاز أو إلى عرف. نعم. لعلي أنا أسأل سؤال ممكن إيه عندي تعليق على مسألة إن حتى الحيوانات تصوم. نعم. قرأت أنا إن في بعض الطيور في كل سنة في موسم معين لا تخرج من الأعشاش لمدة 3-4 أيام لا تأكل لكي تجدد الخلايا وتجدد نفسها. الحشرة الآن بيضة يرقة بعدين شرنقة، عقب الشرنقة تطلع حشرة كاملة متجددة. في الأصل إحنا يعني بعد رمضان نطلع شباب. والله إحنا نطلع والله صعب نطلع شباب. أنا يعني عندي شك. فالأصل قصدي إن الخلايا تتجدد. فبالعكس، لكن هنا نوقف عند مسألة شرعية هي قضية النية. قد في شخص يصوم بنية الصحة. وهذا هذا 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 خلاف رمضان، لكن رمضان أعتقد إن ما حد يختلف عليه اثنين بأن أيه الصيام. نعم. لكن خلونا في محورنا وندخل. نعم. شوي إحنا وقتنا بسرعة يمشي علينا. مسألة المرضع الآن أو الحامل الآن، هناك في أمور شرعية وهناك أمور صحية. نبدأ مع شيخ عبد الله حتى نحيل الإجابة أيضا لدكتور محمد يعلق على كلامك من جانب الصحي أيضا. المرضع والحامل إذا خافت على أنفسهما، يعني خافت على نفسها، تفطر
وعليها القضاء. لكن إذا خافت على الولد أو على الجنين تفطر وعليها القضاء والكفارة، والكفارة صاع أو يعني 15 ريال. هذا هل صوم دكتور محمد يضر الحامل؟ والله بشكل عام الإنسان يعني أول الأطباء ينصحون دائما إذا كان في نتبع دائما نصح الحديث النبوي لا ضرر ولا ضرار من ناحية إله هو والضرورة تقدر بقدرها كذلك، هذه قاعدتين مهمتين جدا. فلما طبق على الصحة دائما إذا كان في خوف مجرد خوف على الصحة في هذا الحال يكون في إفطار. عادة الطبيب كذلك موجود ويستطيع أن يساعد الأم الحامل أو المرضع في هذا الأمر. عادة ما تكون الأشهر الأولى السبعة ما فيها مشكلة كبيرة إلا إذا عند بعض النساء التي عندهم اللوعة والتفريق زائد ويكون عندهم جفاف، هذا ينصح بهم. بشكل عام دائما الأمور ما فيها مشكلة دائما. كذلك ينطبق على الأمراض الأخرى، الأشخاص الذين مثلا في العمر يعني فوق 60 أو اللي عندهم أكثر من مرض مزمن، سكر، ضغط، شيء قصور في وظائف الكلى. أحيانا بعض يكون الحامل يكون معها بعض الأمور نعم. مثل هذه الأمراض الأخرى نعم. دائما ننصح أنه قبل رمضان يكون في تواصل مع الطبيب المختص المعالج حتى يأخذ رأيه في هذا الأمر. إذا كان في أول شيء الموافقة أو الاتفاق على الصوم من عدمه، ثانيا الصوم يكون له تعديلات في جرعات الدواء أوقاتها، وكذلك في بعض الاحتياطات اللازمة، والتحذير أنه إذا حصل شيء من الذي احنا نخاف منه أنه تفطر على طول وتذهب إلى المستشفى لتعديل الأشياء. وأنا تتكلم دكتور محمد جاء في بالي سؤال سبحان الله، وكثير من النساء قبل رمضان يأخذون حبوب الحمل أو حبوب اللي تمنع الدورة الشهرية، وسبحان الله هذه يعني هل هناك يعني أمراض منها هي كأنها تغير هذه التركيبة حتى تصوم رمضان كامل ما يكون عليها دين؟ والله هاي السؤال سبحان الله يعني يتكرر مش بس في رمضان وصيامه، حتى في الحج يعني نعم. يجينا هالسؤال، وأنا وجهة نظري طبعا هي خارجة عن الطب أو يعني خارجة عن مسألة الشرعية الشيخ عبد الله إن شاء الله يرد عليها، ولكن ما دام إحنا يعني أنا أرفض أن الإنسان يأخذ أدوية ما لها داعي أو ما يحتاجها. هاي سنة الله سبحانه وتعالى إن المرأة تأتيها الدورة، وهي سنة موجودة عند المرأة أنها تسير يعني معها، فليش تسوي هالأمور ما دام يسر لها الدين أنها تقضي في أيام أخرى؟ فأنا أرى كطبيب إن إحنا ما في داخل نأخذ، لأن هذه هرمونات اللي هي تأخذها المرأة هي هرمونات. صحيح أغلب الدراسات ما أثبتت أن فيها مخاطر، لكن فيها نسب معين، في نسب معين قد تؤدي إلى ضرر، فليش تعرضين نفسك لهذه المسألة؟ والدين يعني ما ضيق واسع يعني، سواء كان في الحج أو كان تفطر وتقضي، تفطر وتقضي، ما في داعي تأخذ أدوية. يعني إحنا كأطباء صحيح نصف الدواء كثيرا، ولكن لا نصفه بدون داعي، يعني ما يحتاج إن إحنا نأخذه إذا ما كان لا داعي. وأنا نصيحتك عدم أخذ هذه الحبوب أولى، لأن أعتقد هذه رحمة من رب العالمين المرأة، وهذه سبحان الله سنة شرعيا. شيخ عبد الله مسألة أخذ هذه الحبوب لا يجوز أخذها، ما في حرج يجوز، ولكن مثل ما تفضل الأفضل طبعا الأفضل تكون على الطبيعة وعلى الفطرة، لكن لو أرادت أن يعني ما يفوتها الصيام ولا يفوت القراءة ولا التراويح، هذا يعني جوز له الشرع ذلك. دكتور محمد أيضا المرضع كالحامل في مسألة الصيام وما يتعلق من ضرر، تكلم دكتور محمد فيه، لكن أيضا المرضع يعني كذلك هي يعني لازم أيضا تكون مستعدة للرضاعة، بمعنى أنها تأخذ كفايتها من الطعام والشراب في أثناء الفطر حتى تستطيع أن تتقوى على الصيام وتتقوى على الرضاعة أثناء الصيام. فإذا الإنسان الصاحي اللي ما فيه أي أمراض مزمنة هذه الأمور لا تؤثر عليه، فترة الصيام هاي لا تؤثر عليه، بشرط أنه يأخذ احتياطه مثل اللي بيمارس الرياضة، يأخذ احتياطه في أثناء الفطر بحيث أنه يستطيع أن يعوض هذا كله أثناء الصيام. ومراجعة الطبيب هي أولى، والسيرة الطبيب فيها. خليني أضيف على مسألة الحامل والمرضى، طبعا إحنا كأطباء إحنا ما نروح نخير المريض للإفطار، المريض يعرف نفسه أكثر من الطبيب. احنا نعرف في بعض الحالات المرضيه المزمنه نحن ننصح المريض لا تفطر، لا تصوم، افطر، لكن هي حالات مش كثيره، هي نادره. فمثل ما ذكر الشيخ فعلا ان خافت من اللي يخاف هي الحامل نفسها والمرضى، لان هي تعرف نفسها، تعرف انها صبرها على الصيام مش كثر،
شلون تقدر؟ لا ما تقدر، كل ثلاث ساعات لازم اشرب ماي، لازم اشرب سوائل، لازم كذا، تعرف اكثر من الطبيب. فالطبيب في بعض الاحيان نحول المريض للشيخ، هو الذي يفتي له، لان من ناحيه طبيه مثل ما قال الدكتور محمد اغلب الحوامل ما عندهم مشاكل، لكن لما تيجي مثلا ان واحده اجهضت 4-7 مرات وسوت انابيب وسوت ما ادري ايش، ففي ما في مش الرخصه هنا، مش رخصه انها تقدر تصوم ولا ما تقدر، في امور اخرى نتركها احيانا للمشايخ انهم يفتون. والله اعتقد ان المراه او الحامل هي الشيخ، هي اللي تعرف. أيوة مدى مدى مدى, يعني. مدى مدى يعني هل هي الامر عندها الحمل فعلا قد يسبب امور معينه، لكن اعتقد ان ديننا الحنيف قد يرخص للمرأة الحامل والمرضع الإفطار، ولكن القضاء. أشير الكرام إلى أن بإمكانكم المشاركة معنا عبر الهاتف الموضح على الشاشة 444-4181. سنستقبل مشاركاتكم وإشكالاتكم بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مرحبا ومساء الكرام في محورنا الأخير، وفيه نفسح المجال لاستقبال مشاركتكم ومقترحاتكم عبر الهاتف الموضح على الشاشة. كيف يعني الآن احنا معنا اتصال. أبو جابر مرحبا ومسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عليكم بخير إن شاء الله. مرحبا مرحبا ومسهلا أبو جابر، تفضل طول عمر. فيه سؤال بسيط، ما أدري تفضل. استفسار بسيط عن القطرة حقت الأذن، أستفسر الشيخ أو الدخاتر عن القطرة حق الأذن وحق الخشم. أبشر. هل تفطر ولا ما تفطر؟ أبشر إن شاء الله أبشر. حياك الله يا أبو جابر، مرحبا وغلا. عبد العزيز صديق البرنامج، عبد العزيز أعتقد. عبد العزيز. أيوة. مرحبا عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول يا معشر الأطباء، بالله خبروا إذا حل السقم على الصائم ماذا يصنع؟ سؤالي هو ما الحكمة من الناحية البدنية على الإنسان من صومه شهر وست أيام وليس 15 يوم أو شهرين ونصف أو شهرين وأكثر من 12 شهر؟ شكرا. سؤال واضح. الحكمة البدنية، حكمة طبية. حكمة طبية بس بداها ما شاء الله بمدخل جميل يعني. دكتور محمد. أنا يعني سبحان الله كنت أقرأ في بعض الأمور لماذا كانت شهر، و يعني بالذات شهر رمضان في السنة، فكان في أحد الأبحاث على الحميات التي تعمل في أمريكا وأوروبا، فوجدوا بعض الحميات التي تشابه حمية الصيام عندنا من 12 ساعة إلى 18 ساعة على حسب الفصول، فوجدوا أن إذا زادت عن الشهر وصلت إلى 40 يوم أو زيادة يكون تأثيرها عكسي على الجسم، يسبب الهزال والضعف والوهن. سبحان الله. فأوصوا كذلك أن تكون الحميات أقل من 40 يوم، يعني 36 يوم إذا أضفنا كذلك بعد 6 من شوال. فهذه يعني سبحان الله العلم بدأ كذلك في بعض هذه الأمور، وهذا موجودة حتى ممكن في بعض المصادر لها يعني. شيخ عبد الله، قطرة الأذن والعين. طبعا الأذن ما لا تفطر، أما الخلاف في الأنف، لكن رأي ابن تيمية رحمة الله عليه أنها لا تفطر، ورأي الظاهري ابن حزم الظاهري يرى أنها لا تفطر. بعضها توصل للحلق، اللي توصل نعم. للحلق هي اللي تفطر. كان أقول لك المسألة فيه خلاف. نعم. عند المذاهب أنها تفطر. الخشم. نعم الأنف. أما العين والأذن. لا العين لا، لكن أقول لك يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تفطر، لأنها ليست أكل وشرب، يعني ليست في معنى الأكل والشرب. ودنا نتكلم أيضا عن الأمراض الآن اللي تؤثر في الصيام، أمراض القلب، ويعني يمكن قبلها كبار السن أعتقد أيضا هم نوعين. شيخ عبد الله قبل أدخل في مسألة الأمراض، مسألة كبار السن اليوم. نعم، كبير السن الذي لا يستطيع
أن يصوم، خلاص يعني وصل في سن أنه لا يستطيع أن يصوم، يفطر أو مرض مزمن لا يرجى برؤه كما قالوا، فعليه الإفطار ويطعم عن كل يوم إفطار مسكين، أو قالوا يعني مد، أو قالوا بما يساوي 15 ريال عن كل يوم يفطر. دفاع بسلام، الآن الأمراض المعدية أو الأمراض اللي موجودة اليوم اللي تؤثر في الصيام، القلب والسكر وما يتعلق، الأمراض المزمنة. المزمنة نعم. المعدية شيء آخر، هي الالتهابات والانتقال. بالنسبة طبعا الأمراض المزمنة كل مريض يختلف عن الآخر، لذلك رأي الطبيب في تشخيص الحالة وإعطائها خلينا نقول الفتوى الطبية المناسبة أثناء الصيام تختلف، فلو وحسب طبعا الأمراض، إذا كانت أمراض السكر أو كان أمراض القلب أو كان أمراض الكلى أو واحد يغسل الكلى أو كان عنده أمراض القولون أو أمراض المعدة أو أمراض الصدر، فكل حالة منفردة. يعني أنا أعرف واحد عمل تركيب كلى جديدة وكذا، فصام أول يوم تعب، بدأ ما يصوم قال حتى يعني أشوف هل كلى تشتغل عدل والأمور. هو طبعا يعتمد متى زرع ومتى الوقت المناسب اللي هو يبدأ، لأن المسألة في الزراعة، خاصة الزراعة شيء مش بسيط. ليش؟ لأن طبعا الكلية هذه أخذت من شخص آخر تبرع لك، يعني فيعتبر شيء ثمين أن الإنسان يأخذ كلية جديدة، والكلية هاي على ما تبدأ الجسم يتقبلها وتندمج مع أنسجة الجسم الأخرى ويلتئم الجرح أصلا بعد العملية، وأن المريض نفسه يأخذ مثبطات للمناعة علشان الكلية هاي تستمر، فهذا يعني إحنا نكون مع الفطر أكثر من الصيام. يعني فهمت القصة أنها مسألة مش بسيطة، مش سهلة، لأن المريض هذا مسكين، مريض اللي كان عنده فشل كلوي ويزرع كل يوم، وأصلا كان متعذب، كان أصلا يفطر لأنه أصلا يغسل. مو بس كذي، يعني هو المريض اللي يزرع سواء كبد أو كلى أو شيء بيضطر يأخذ أدوية مثبطة للمناعة بشكل منتظم في اليوم، بحيث أن مستوى الأدوية هذه هاي نقيسها إحنا في الدم، نشوف إذا هبط ولا ارتفع لازم نعدل في الجرعات. فهذه الأشياء إذا جت الصيام وقطع تناول الأدوية بشكل صحيح خطر عليه، ممكن يأثر هذا وينزل مستوى الأدوية، وبالتالي يحصل نوع من الرفض للعضو اللي تعب الإنسان عشان يحصل عليه، لأنه مش من السهولة أنك تحصل عضو وتزرعه لأي شخص من الأشخاص. وعدم الاستعجال في مسألة البر، لأن بعضهم ترد عكسي. نعم، معظمهم ينصحون بعدم الصيام. نعم. هذا من الناحية الواقعية. نعم. معظمهم ينصحون بعدم الصيام حتى وإن كان ما في أمراض أخرى إلا بس شغلة الزراعة، لأن المسألة أخطر من أنك تجازف فيها. يعني الأخ اللي كبير اللي, يعني. اللي اللي صام ذاك اليوم لازم يستشير الطبيب قبل لا يصوم، لأن فيها مجازفة، ممكن كان يفقد فيها العضو المزروع بهالطريقة هذه بدون ما يشعر، بس لأنه حريص على الصيام، لكن أنت لازم متوازنها. فلذلك في مسألة الصيام وعدم الصيام في الناس أصحاب الأمراض المزمنة، أول من يستشار الطبيب اللي تابعك، هو أدرى بحالتك. يعني في ناس عندهم سكر تنصحهم بالصيام، وفي ناس عندهم سكر صعب أنك تتحكم فيه. والعنيد، العنيد كيف تتعامل معه؟ بعضهم عنيد فعلا، عنيد يقول أنا صيام كيف أفطر؟ نعم، في هالحالة لازم تسدد وتقارب وتحاول تعطي نصائح بحيث أنك تظهر بأقل أضرار ممكن في النهاية، إذا كان لابد من الصيام ومصر على الصيام، وتأمل في النهاية أنك تبتعد عن الأضرار أصلاً. يعني لعلي أسأل الشيخ عبد الله، لو الطبيب قال حق المريض أفطر، هل يطيع الطبيب في مسألة الأمور ولا؟ طبعاً إذا كان الطبيب يعني ثقة مسلم عدل وثقة، بالعكس يجب عليه، يعني يصير على المريض يجب عليه الإفطار، يعني ما يعني ما يهلك نفسه. أسألوا أهل الذكر. نعم، أسألوا أهل الذكر. نعم. طبعاً. نعم. تسحروا فإن في السحور بركة. السحور احنا عندنا الحاشي والفطاح ناكله الساعه 2 وبعضنا 3 وبعضنا 1 والقيمات والسمبوسه، القيمات في النص يعني، لكن فعلا احيانا يكون سحورك دسم، بعضهم فعلا ياكل قبل الفجر ب يعني اقل من ساعه، يصلي الفجر وينام. هذا يعني اذا تسمح لي، هي عباره عن منظومه متكامله، الصيام منظومه متكامله، اذا مشينا عليه بإذن الله نستفيد. المنظومة تبدأ من الفطور، أنه يكون فطور على السنة وخفيف،
وعندك من المغرب إلى الفجر وكل واشربوا حتى يتبين. فنأكل ونشرب باعتدال. من الخطأ أن نعتمد على وجبتين فقط، فطور وسحور، وبينهما لا يكون في هناك أكل أو حلويات أشياء. هذه عاد ولكن ننصح كذلك حتى بالنسبة للأشخاص الذين يحبون الحلويات أو الفطار وكذا، لا نقول نمنع كليا ولكن التذوق. يعني أنا أحب الجيمات، يزعلون الحريم يزعلون يتعبون خمس ساعات في المطبخ وبعدين ما حد يأكل، إشكالية كبيرة. أنا أقول مثلا الجيمات موجودة خذ حبة، الجلي موجود خذ ملعقة واحدة، لكن ننصح كذلك. بس بيزعلون دكتور، بيقول أكيد مو بحلو إذا أكلت شوي، أكيد بيقول مو بحلو. الله يعطيك العافية. كذلك ننصح كذلك بالأشياء التي هي تكون خفيفة على الجسم ومفيدة. كثير من الناس أحيانا يعاني من عدم وجود من الإمساك، لأن عدم ما يشرب ماء كثير والألياف قليلة في أكله. فننصح بالخبز يعني الثري، يكون من البر، مصنوع من البر يعني، افضل من الطبيعي العادي هذا. وفي نوع جديد بعد للناس اللي عندهم مثلا سكر او ضغط، في نوع جديد ما شاء الله في الاسواق احنا شفناه بدون سكر وبدون ملح بعد، ولكن بركه لكن ما ذكرنا اسمه. الفواكه الخفيفه، العصائر اللي تكون طازجه افضل من هذه اللي تكون مركبات كيميائيه وتضيف لها الماء. وهناك اشياء كميه الماء دكتور، من الفطور للسحور الكميه اللي ممكن هي تقارب الكميه المعتاده. يعني قد دائما نقول للجماعه يعني 8 اكواب، كوب الواحد تقريبا 300 ملي، 8 اكواب يوميا، هذا على الاقل القليل. بالنسبه للصائم لترين في اليوم، يعني لترين الى 3 لتر في اليوم. الثريد والسحور، احب اكل رسول كانت الثريد صلى الله عليه وسلم، وايضا سحروا فان في السحور بركه. نعم، السحور طبعا يؤجر عليه المرء اذا تسحر بنيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن يسال الناس متى يحصل لهذا الاجر؟ هل يجب أن أخر السحور ولا من متى تحصل على أجر السحور؟ إذا شربت شربة ماء بعد منتصف الليل، يعني ولو الساعة 12 شربت يقمة ماء أخذت الأجر كاملا. لكن كلما تأخر السحور كلما زاد الأجر اقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور إلى قبيل الفجر صلى الله عليه وسلم. وأكلة السحور طبعا هي الفارق بيننا وبين أهل الكتاب، فأكلة السحور تعين الشخص على مزاولة أعماله في اليوم. شيخ أحمد، نعم، بس أضيف على ما قال الدكتور محمد، طبعا احنا تكلمنا الحين فوائد الصيام. طبعا المشكلة الثانية أن فترة الفطور من الساعة 6 المغرب إلى الساعة 3 9 ساعات، هناك بعض من الناس الأكل والشرب قدامه فيخرب الفوائد اللي احنا ذكرناها الصبح في التسع ساعات. في التسع ساعات يعني ما يريح، لدرجة ان احد فوائد الصيام هي راحة المعدة والامعاء. هذه لا تعبها زيادة عن اللزوم، انه صار تسع ساعات هو ياكل، نعم، وهو يشرب، فهذا ضرر يعني مضاعف عن الايام العادية. بترتاح 15 ساعة بعدين، ما وين تجد، ما انت خلاص ضيعت كل شيء لانه فاجأته. لذلك الشهر هي اجازه حق المعده، صحيح، الشهر يفترض انه اجازه حق المعده، صح. لكن يقال ان اكثر امراض الباطنيه والمعده يعني في رمضان. احنا عندنا عندنا دكتور باطنيه، لعندنا لسه دكتور الباطنيه الان 30 يوم مثل ما قال الدكتور محمد، 30 يوم بعد العيد، عاد تعال عاد اول عيد الساعه 9 القدر، والبعض يصوم ثاني يوم ايام الست من شوال، وبعضهم ثالث يوم، وبعضهم في الثلاث ايام ايام العيد اكل وشرب. فيعني يطبق هذا الحديث بانه اكل وشرب، فعلا اكل وشرب مثل ما قال الدكتور تسع ساعات، فالثلاث ايام العيد اكل وشرب، عشيات وغديات، وبينهم يعني حدث ولا حرج. صحيح، وفي النهاية ترى لا مناص من الاعتدال، سواء كنا صائمين أو كنا فاطرين، الاعتدال في كل شيء يعني مطلوب. فلذلك إحنا لما نتكلم عن أيام الفطر وأيام العيد، هناك عادات تغلب على الناس، لكن حتى في وجود هذه العادات ممكن الواحد يعتدل. يعني ما نبي تكون فترة ما بعد رمضان تكون انتقام من رمضان. أنا أقول انتقام، لأن أنت كل بيت دشة كل مجلس وكل بيت الدشة لازم القدوع موجود. نعم صحيح، لازم تاخذ في كل مكان، في كل مكان. فانت يعني بس مع ذلك انت ممكن تاخذ من كل سفره لقمه، وممكن تاخذ من كل سفره 10 بيوت. اذا 10 بيوت هذا شلون؟ مهما كان انت لازم تسدد وتقارب، ما لك امل هني انت متورط. لكن مع ذلك
مع ذلك لما أنت تتكلم عن الإكثار من الطعام في السحور بالذات وأنت على وشك أنك تنام، هني أنت قاعد تضر نفسك لأن المعدة. كم الوقت دكتور اللي ممكن الإنسان بين السحور وبين أنه ينام؟ يعني الأفضل ما ينام بعد الوجبة إذا كان الوجبة كبيرة على الأقل ساعتين، أربع ساعات أحسن طبعا، ثلاث ساعات أربع ساعات أفضل، لكن على الأقل ساعتين يعطي نفسه فترة هو قاعد أو واقف أو ماشي ما ينام ولا يتسطح بعد الوجبات هذه. لأن إذا كانت أكلة دسمة لكن الأكل البسيطة عادي. لذلك ترى اللي ذكره دكتور محمد أن ما بعد الفطور كل ما كانت الأكلات اللي يأكلها خفيفة متكررة من ساعة 6 للساعة 3 كل ما كانت خفيفة ومتكررة أفضل أنك تأكل وجبات كبيرة مرة واحدة. يعني حتى لو مثل ما يسوي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعد الأذان مباشرة يأكل له تمرتين والبينة يمشي حاله فيهم لبعد الصلاة يأكل له أيضا شيء خفيف، ما يأكل الأكل اللي نأكله من الهريس والثريد والكذا. إحنا ترى على فكرة حتى هذا مش مضبوط أنك تأكل تمرتين وتأخذ البينة وتروح تصلي وترجع بعدين تأكل وجبة كبيرة. أنت هني يعني فعلا مش ما تمارس الممارسة الصحيحة صحيا، لأن حتى في الجلسة هذه لازم تأكل شيء يعني معتدل، خلينا نقول مش خفيف خفيف وإنما معتدل بحيث أنك أيضا ما تشبع الـ أو تترس المعدة بحيث أنك قادر تقوم بعدها لأن وراك تراويح. مع العلم في حكمة سبحان الله كبيرة، وهي يعني سبحان الله تمرة أو مضغة لبن أو ماء أو مضغة لبن، سبحان الله هناك حكمة كبيرة. نعم. نعم. لأن الجسم سبحان الله ذكرها. نعم. دكتور قبل في بداية البرنامج أنه سبحان الله التمرة تكون سهولة الأكل فيها، أظن حتى الماء واللبن أيضا هم سهولة شربهم وتكون. نعم. على المعدة. هي ميزة التمرة بالذات لأنها تحتوي على سكريات خفيفة غير معقدة. نعم. وهذه السكريات مجرد ما يمضغها الواحد ويبلعها ويشرب عليها ماء تمتص على طول، تمتص في الجسم على طول، لذلك يحس بالشبع مباشرة، غير ما أنه مجرد ما يسمع الأذان يروح يأكل هريس مثلا ولا ثريد ولا أشياء من هالقبيل، تبلها يمكن أكثر من ساعة لما يحس بتوابعها من الشبع، بينما التمرة تشبعك على طول. لذلك التمرة مفيدة والماء مفيد واللبن مفيد. التمرة فيها معادن وفيها ألياف. نعم. بس تعودوا الناس، بس تعودوا دكتور، تعودوا الناس على طبيعة معينة، إما طبيعي أشرب ماء وتمر وصلي، وبعض تعودوا كل ما لذ وطاب وقوم، لأن بعضهم لما يأكل يقول لك أنا أكل تمرة وأشرب أشبع، سبحان الله. هذه تسمى العادة الغذائية. صحيح. العادة الغذائية، فأنت إذا تعودت على شيء خلاص ممكن تعود نفسك على شيء آخر. نعم. ممكن تغير العادة. نسينا شيء ثاني. ليه؟ اللي هم الناس الغير عاديين اللي يفطر بسجاير وبتدخين، وانا فعلا يعني كنت حاطه في بالي على رزقك افطرت. اي وشفت ناس فعلا حيايين يعني تلاقي في عزائم وشي قاعدين وهو يطلع اول ما ياذن حتى التمره ما كلها اول ما يشغل اللي هي السجار. وهذا احنا طبعا نتكلم في الصحه اليوم ونقول ان احد فوائد الصيام هو ترك التدخين من الساعه 3 لين الساعه يعني حوالي 15 ساعة، هي فرصة للمدخنين انهم يتركون هذه الآفة الموجودة. صح. وان الله يعني يهديهم ويتركون. انا اليوم تكلمت في خطبة الجمعة عن التغيير. اها فرصة. انا قلت سبحان الله اللي يجي رمضان وما يغير من حياته ما بعدها فرصة، واللي يغير من حياته في رمضان كيف يرجع بعد رمضان لهذا اللي عاش سبحان الله ما يدخن 15 ساعة. بعض الأمور اللي موجودة في حياته سبحان الله يغيرها فيجي بعد العيد ينكس سبحان الله الأشياء اللي موجودة. التغيير سبحان الله، التغيير لابد الإنسان يغير من الداخل. وصيتنا يستمر على التغيير، يستمر. الوصية الأخيرة دكتور للمشاهدين. والله إحنا في رمضان، ورمضان في قطار حار، والناس سواء كانوا صاحيين أو أصحاب أمراض مزمنة كبار السن أو صغار السن، أنا أنصحهم بالإكثار من السوائل في أثناء الفطر والاستعداد للصيام بشكل جيد والالتزام بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم شكرا دكتور احمد محمد على حضورك ايضا معنا. دكتور محمد الهاجري، انا نصيحه بتكون لها علاقه بالغذاء ومأمونيه الغذاء، الاهتمام بالنظافه الشخصيه وغسل الايدي، كذلك ان ما نطبخه الى الفطور ما نخلي برا اكثر من ساعتين، لازم نحطه بالثلاجه اذا بناكل منه مره ثانيه، هذا مهم جدا. وكذلك تسخين الغذاء مرة أخرى إذا أردنا أن نأكل منه إلى درجة الغليان وتصاعد الأبخرة منه،
هذا مهم جدا لان احنا ما تطرقنا الى هذا الشيء. دكتور عبد الله، شيخ عبد الله، انصح المشاهدين بتطبيق السنه في قضيه الفطور مثل ما تكلمنا عنه، قضيه السحور، وتطبيق السنه ان شاء الله ياتي معها الصحه وياتي معها الاجر الكبير والمقصد الاعظم من الصوم اللي هو التقوى، فتاتي ان شاء الله التقوى والورع والاجر والصحه تاتي ان شاء الله. بدينا معاك ونختم معاك، وصيتك الأخيرة؟ وصيتي أن الصيام عبادة ومن أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، نحاول نصوم، وإذا كان عندنا أي مشاكل صحية نستشير الأطباء وناخذ رأيهم مع مشايخنا ويفتوننا إن شاء الله، لأن أهم شيء في الأخير هي صحة الإنسان لعبادة الله سبحانه وتعالى. الصحة والصيام كانت حلقتنا، كانت مليئة حقيقة بضيوفنا الكرام اللي كانوا معنا، فأشكر كل من الدكتور أحمد المحمد على حضورك معنا وأيضا مداخلاتك والقيمة في موضوعنا، كما أيضا أشكر الدكتور عبد السلام القحطاني على حضوره معنا. والدكتور عبد السلام يعني مقدم برنامج الصحة، وإحنا اليوم استضفناه معنا وكان نعم، هاي لنا الشرف. شكرا يعني دكتور. كما أيضا أشكر أخوي الشيخ الدكتور محمد الهادري على حضوره معنا، سعداء بوجودك معنا. كما أيضا أشكر أخوي الشيخ عبد الله بن إبراهيم السادة. موعدنا مشاهدي الكرام يتجدد غدا إن شاء الله مع رمضان الدوحة، ألتقي معاكم إن شاء الله بكرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان